ان انا باخد 40,000 بيروح. ايوه عم انت بتسكر بنصهم، انت بتديهم لي. اتعرض عليك انك تكون وزير؟ انا ليا مطلبين وقلت عليهم قبل كده. واحد يبقى ان انا ضامن ان انا ورقة في جيب ان انا قاعد سنة في الحكومة عشان انفذ اللي بقول عليه. اتنين الختم يبقى في ايدي، قراري من دماغي، وحضرتك حاسبني باليوم بالساعة بالاجرة بالاسبوع بالبيعة زي ما انت عاوز. اللي يكسر اشارة المرور يدفع 10 جنيه، انا اكسر اشارة المرور اديني اعدام. ما قبل ذلك وما بعد ذلك لا. لا طبعا عشان تكون صاحب قرار. طبعا الحاجات اللي حضرتك طرحتها النهارده دي، حضرتك اتكلمت مع حازم ببلاوي، بعتها له يوم الاثنين 16/8/2013. ابراهيم محمد بعتنا له جزء، جزء منها جزء. وليس كلها جزء، علشان التطورات اللي حصلت ايه اللي يقدر يحدثه خلال الفتره القادمه. تمام، نيجي بقى لبقيه النقط. انا عمال اسال كده بالتدريج، كان في حد كان بيسال عن مطروح. تمام، بص يا باشا، مصر مش بقول لك حضرتك الدوله الثالثه في الثروه المحجريه، من ضمن الثروه اللي عندنا تمام الملح. الملح في مصر عندنا احنا عندنا ما يوازي حوالي كده نقول 3 تريليون قدم ملح موجودين، ده غير بتاع لوحات. ومصر بتستورد ملح من بره. ليه؟ لان الابيار بتاعه الملح للاسف الشديد هناك نزاع منذ 12 سنة بين 3 وزارات، وزارة الصناعة، وزارة البترول، وزارة الزراعة، على الملكية الأراضي. فأبيار الملح زي ما هي وبنطلع نستورد من بره. ملح الطعام، ملح دباغة الجلود، الملح اللي بيجي في الأسمدة للأرض، هو ده كله بنستورده من بره. يعني إيه نزاعات؟ يعني إيه نزاعات بس ما بين 3 حكومات؟ هي 3 وزارات، 3 دول يعني؟ إداري. يا بيه ده من الغباء الإداري. من الغباء الاداري. مين اللي يخش، مين اللي يخش يفصل في هذه النزاعات؟ رئيس الوزاره، اقعد يا دكتور هو قاعد على جنب، البتاع دي تبقى بكذا، خلصت الليل. بس احنا هنا الثلاثه انا وحضرتك والباشا المصوراتي متخانقين، يجي رئيس القناه في ايه؟ يخشخط فينا، كل واحد يرجع مكانه. بس بمنتهى البساطه بقول لك عندنا يا بيه تقدر تطلع سنويا 2 مليار دولار اصدر بيهم قمح بره. اقدر استغني عن الملح اللي بيجي للارض اللي انا برويه بيها، اقدر استغنى عن ملح دباغة الجلود اللي موجودة، اقدر استغنى عن ملح الطعام اللي موجود. 3 وزارات متخانقين، 3 موظفين متخانقين. ده فاكر انت فيلم شادية مرات مدير عام؟ قال لها الراجل ده مش عارف كان هنا، راح الضمان اصل بتاع قالت له يعني الست دي بقالها 6 اشهر ما قبضتش. راح الضمان، جه من الضمان راح هنا، يعني الراجل ده ليه معاش ولا مالوش؟ ليه بس مين يطلع له المعاش ده بقى؟ فريد شوقي تاني.